باكر من نموت تصبح نجيم أول. بسبب خلافات عائلية مقتل الفنان براك المهنا على يد شقيق زوجته في حي الجهاد ببغداد. وإليكم تفاصيل الخبر في هذا الفيديو. قتل اليوم الفنان براك المهنا بنيران شقيق زوجته نتيجة خلافات عائلية في حي الجهاد غربي بغداد، وذلك بعدما أطلق المسلح النار على الضحية أثناء وجوده داخل سيارته مما أدى إلى وفاته في الحال. ووفقا لمصادر أمنية فقد توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة، وقد فتحت السلطات تحقيقا في الواقعة، حيث أفادت التحقيقات الأولية بأن القاتل هو شقيق زوجة المجنى عليه، وأن سبب القتل هو خلافات عائلية. كما تم إلقاء القبض على والد القاتل وزوجة المجنى عليه لكونهما من المحرضين على الجريمة، حيث قام بالاتصال بالقاتل وطلب منه الحضور إلى منزلهم، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الفنان الراحل براك مهنا لقى شهرة واسعة في الأوساط العراقية بعد انتشار مقطع فيديو له قبل عدة سنوات وهو طفل صغير يؤدي أغنية يا حرمة للمطرب الكبير حسين نعمة، وقد أداها بشكل لافت وتم تداولها على نطاق واسع. تكمان الشعر فاصلي بين الطوايف يا حريمة يا حريمة يا جليك اتنا وهي الليل بطرف القصيدة. رحم الله الفقيد وأسكنه في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذوي جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.